الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال استحياء فرتناد وحاي لا داي صلاة العشاء يا يعني كسيح داي هذا نوع سوبر أروي مركز سوبر أروي كدي من الدب أنو سيح داي أرين كنوع عاسية مكودن بابية جوابتي دو حي تيمر الكوباد وحلق قدبان قفك مسلم كاه صلاتها إلهي سبحانه وتعالى وكوة تبيي إنو إلى عليه حق وقتك هي حق الشروط هي أركانتا هي حق خشوع دي يسوتيتك قلبك انتبه. وإلهي سبحانه وتعالى وحور حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاتها إلى عليه يقول إلهي سبحانه وتعالى صلاة دحوة صلاة عصرنا سيجارة وإلهي سبحانه وتعالى وشيغي إلا إلى عليه إلهي نيسو تاقي دينكو خشوع سن إلهي وحط الله بصلاة ويني تاي فرل وقتي يسن صلاة دا صلاة دا وقتي دا قفك مسلم كاهي وينو إلى عليه وحيا بالغو إلى عليه وحكمي دا قفك الصلاة دا عشاي هرتيد إنا نصيحا سي بخاري وصحيح السكوري كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها. صلاة العشاء هرتيد إلا سيحضو يد بداد إلا الشيكي إلا بدا النبي وكره يسنجري مركا صلاة العشاء هرتيد إلا سيحضو رسولك عليه الصلاة والسلام وحود دي دي وحوية وسياني قفك هردد أولاد تقين وصلاة دواني وقت تقين حتى دي عدو قفكو إنو هردو بعد صلاة العشاء هرتيد وإنو تواب الشهد يشعو ساعدوا بحسودة إيو موابل ساعدي سكو بحسودة يعيدوا رعدي توسية إيو وإن جرتو وحين بسوان النبي عليه الصلاة والسلام سيدة أبو قتادة وريي مركو غوردن بقو هبين نماء نبي قادو دالي هشا وقدو القمي دور چير وكدع قاري النبي عليه الصلاة والسلام ودقي نبي عليه الصلاة والسلام وردون اسكا سيحاني نامر كرسوتو سنا يوم بين تكندونا رسولك عليه الصلاة والسلام وحول من يكلوا علينا الصلاة يا صلاة دينو إلى علينا آية إلا أو بلال يريها وشانيق آية قبانية نبي عليه الصلاة والسلام السيحان مركي آي دعضي إن صلاة دي آي هردكو نافطي وقرح دي الرماد كيدي بكليل كيدي كتو سينا نبي عليه الصلاة والسلام بلال وحكور وحي أتريميه يعني هوشي أتريوان قبانية محاكو دعي وحو تلمامي إن هردادو اي كغالب نقوتيو ساقا لفتيسا هردا اي لتكتاي صحابادو ارنتا اد بيوغو ورين وحان النبي عليه الصلاة والسلام وي مهدينيه قوله هلكنا يا رسول الله فاتتنا الصلاة رسول كيلا وان هلاك سنني صلاة دي ايا نقاتكتاي رسولكو عليه الصلاة والسلام وكيو شاقاي قابين تا الدين بيوغو كدالان ايا انان ايهين قفك اينا الصلاة دو هردك قاتكتو isagoo aanu marka hore u qastiin inay kaga tagto isla markaana taabashihii marka uu ku toosi lahaa qofku uu marka horeba yeeshay laakiin qofku ogaan salaada dib u dhiga ilaa waqtigeedu baxayo tii kale ku xigtay waqtigeedu soo galayo inuu yahay qofka dambiilaha ee qofkaas. Haddaynu soo noqono su'aasha jawaabteeda, marka dambe aad toostay haddii aad ogaanu seexatay adigoo og salaadii cishaayay in lagugu leeyahay adoo hurdadii kasoo kacay haddana ogaan dibaad ugu noqotay salaadii cishaayana waqtigeedu saasi uu kaaga baxay, waxay noqonaysaa inaad samaysay tafriid waajib ku saaraad ka gaabisay. Ilaahayna subxaana wa tacaala inaad u toobad keento ayaa waajiba, laakiin haddii ay mar labaad hurdadii kaa qaalib noqoto ay kaa xoog roonaatay oo adigoon u qastin haddana dibaad u seexatay oo salaadiisa ay kaaga tagtay biidnillaahi subxaana wa tacaala wax dembiya arrintaasi kuma lihid. Waajibkuna waa marka aad soo toostay salaada inaad tukato. Suuri nebigu calayhi salaatu wasalaam annaama can salaatin aw saha canha falyusalliha idaa dakaraha, qofka salaad ka seexda yacnaa hurda ay ku dhaafta ama ilaaba marka uu soo toosay iyo marka uu xusuusto ha tukado. Wallaahu aclam. صلى الله على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.